السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جميل. طبعا انا وريتكم مقطع حق ان شاء الله اللي راح اسويه. تشوفون المكنسة معلقة صحيح. عشان احب اول شيء يكون كل شيء نظيف. شوفوا هنا الاوساخ اللي هي الدروج لازم ننظفها قبل. ننظف كل حاجة. ان شاء الله نبتدي. طبعا انا ما مستعجل على الشغلة. كل يوم شوي. انا توني جاي قبل شوي من العمل. يعني اسوي شغلات نص ساعة ساعة. خلاص. صلي الفجر وانا. وان شاء الله راح اشيل هالكراسي. طبعا اليوم ما في احد جاي من الايام. واذا احد عنده اقتراح او معلومة جديد نبهة لا تدخلون علي نبهة. وانتم ما تقصرون. اي واحد عنده اقتراح او استفسار يرسل.